نذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، قبل الفاصل نشاهد العملاق محمد الشناوي. حضرتك نور، حضرتك الله يبارك فيك، نور الدنيا كلها والله. ما يسلم، نور بيتك تاني. سلم حضرتك. انا بحضرتك كله تمام والله، الحمد لله زي الفل. الف مبروك. الله يبارك فيك والله، ربنا يخليك. البطوله دي غاليه كتير على الاهلاويه اكيد، وغاليه على الشناوي اكيد. اكيد هي اول بطوله للشناوي كافريقيا. اول بطوله كافريقيا. مع معك. كانت حلم بالنسبه لي، حلم، وعلى طول بفكر فيها على طول. انا لعبت هنا، ده تاني نهائي والحمد لله اخدته. لعبت اول نهائي مع النادي، كان نفسي كنت اخدها. وعلى طول اول ما وانا موجود في النادي على طول اللعيبه كلها اللي موجوده هنا، وانا كانت بالنسبه لي كانت حلم ليا ان انا اخدها مع النادي، والحمد لله اتحققت. يعني كابتن الفريق، يعني من اهم حاجه صارت في البطوله لما موسيماني قال في ماتش الزمالك انا سبت الفريق في اوضه اللبس مع الشناوي، قلت لهم ايه؟ لا طبعا، انا اولا بس اقول ان اللعيبه ديت يعني هم اخواتي قبل اي شيء يعني، وهم وانا بحبهم كتير، وهم عارفين الكلام ده كويس. انا كنت بكلم بينو شتين في الموضوع ده عشان هم عارفين انا بحبهم قد ايه، وعارف عايز مصلحتهم البطوله دي بالنسبه لي كانت حلم، وبالنسبه لهم حلم اللي احنا قعدنا سنه وثلاث شهور بنلعب في البطوله ديت، وهم كلهم نفسهم انهم ياخدوا البطوله ديت. لما كنا بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض كل واحد كان بيقول انا حلمي ان انا اخد البطوله، نفسي اخد البطوله. كل اللي موجودين كلهم كانوا عايزين ياخدوا البطوله. لما دخلت بينو شتين اتكلمت في الحاجات دي، اتكلمت في 2017 مع الوداد، و2019 اعتقد مع الترجي، 2016 مع الوداد، و2018 مع النهائيين الموجودين دول. فكرتهم بالاوقات دي، احنا كنا عاملين ازاي بعد الماتشين، كنا ماشيين عاملين ازاي، زعلانين ازاي. افتكروا الكلام ده كله، افتكروا وعد الجمهور، افتكروا اللي احنا وعدنا مؤمن، افتكروا اللي احنا وعدنا الجمهور في الملعب، الجمهور وقف جنبنا وساندنا كتير. يعني لازم انت ما اتكلمتش في الكوره، اتكلمت في كلام مؤثر. اكيد، ما هو الكلام المؤثر ده هم افتكروا ما تيجي تروحوا له لك، وافتكروا الكلام ده كله، وافتكروا واما انت داخل على البيت مع اسرتك هتبقى فرحان ازاي معاهم، ولما تخش تكون زعلان عامل ازاي، الكلام ده كله. افتكروا في الماتش 45 دقيقه خلاص انسوها، في 45 دقيقه تانيين لازم نفكر في الموضوع ده. فكرنا واللعيبه كلها الحمد لله استوعبت الكلام ده، والكابتن كوتش موسيماني دخل اتكلم في فنيات مده 3 دقايق، ونزلنا الحمد لله ربنا وفقنا اللي احنا تعبنا في البطوله دي جامد، واحنا مشينا ودخلنا وتحطينا في مواقف صعبه جدا. ماتش الهلال السوداني يعني كنا في موقف صعب جدا واللي حصل هناك، وماتش لعبنا اصعب فرق في البطوله، لعبنا النجم الساحلي ولعبنا الهلال السوداني ولعبنا الوداد. يعني المشوار بتاعنا كان صعب، ما جيش في الاخر والحلم بتاعنا كله يروح. 45 دقيقه يعني ما افتكروا الحاجات دي، الحمد لله اللعيبه نزلت وعملت اللي عليها وكانوا رجاله. الشناوي انت كابتن الفرقه دلوقتي، كابتن فريق الاهلي، دي مسؤوليه ثانيه صح؟ لا كبيره كبيره، لا كبيره. بس الحاجه المميزه في الشناوي انه هادي كتير، دي وراثه دي ولا يعني؟ لا طبعا، يعني الحمد لله يعني ربنا مديني الميزه دي يعني. بس اما تبقى موجود في النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي بالمنظومه اللي هي فيه، وعندك طبعا تشوف اللي كانوا الكباتن اللي قبليك كانوا بيتعاملوا ازاي. يعني مثلا الكابتن حسام غالي، الكابتن احمد متعب، الكابتن وائل جمعه، ابو تريكه، بركات، الناس دي كلها ما تكون موجوده، كابتن شادي محمد، الناس دي كلها موجوده وانت بتتمرن معاهم ايام الناشئين، وتطلع تتمرن معاهم، قعدت معاهم 4 سنين بتتمرن معاهم، تشوفهم بيتعاملوا ازاي وفي المواقف بيتعاملوا ازاي، وانا ما كنت انا موجود مع كابتن حسام غالي بيتعامل ازاي. الحاجات دي بتديك ان النادي الاهلي ده نادي كبير، ولازم لما تيجي تتعامل او تتكلم او لازم كل حاجه بحساب،
كل حاجه قبل ما تتكلم فيها تعرف انت هتتكلم في ايه وتقول ايه والكلام ده كله. طبعا النادي الاهلي مش انت بتتكلم باسم يعني كشناوي، لا انت باسم كنادي اهلي. صح. طبعا كابتن خطيب طبعا تقييمه كبيره جدا، واحنا بناخد نتعلم منه كلنا، الناس الاجيال اللي موجوده كلها ونتعلم منه، نتعلم يعني مضغوط الفتره اللي فاتت كتير ازاي، ونشوف ردود افعاله عامله ازاي، هادي والدنيا كويسه. وهو الفتره اللي فاتت دي بصراحه يعني كان في كلام كتير، وهو تعب معانا جامد جدا وبيجي يساندنا. كان قريب منكم قوي يعني، ماتش السان داونز كان معانا هناك ما سبناش لحظه واحده، وعلى طول مع الفرقه، وماتش الوداد كان مع الفرقه لغايه ماتش الجيش الاخراني كان موجود معانا. تاثير وجود الرئيس مهم مع طبعا. الفريق مهم طبعا، مهم. انت دلوقتي انت في منظومه دلوقتي، اما تيجي تلاقي مثلا المدير الفني بتاعك مركز، اللعيبه هتركز، خير الرئيس ينزل نفسه هو مركز، المدير الفني هيركز، لعيبتك هتركز، المنظومه كلها ايد واحده. لما نلاقي رئيس النادي خايف وقلقان على البطوله وعايز البطوله وبيشجعنا وفي ظهرنا على طول، احنا غصب عننا لازم نكون مركزين وعايزين نجيب البطوله للاداره وللجمهور. واللعيبه دي بصراحه يعني مش هتلاقي لعيبه هنا محترمه جدا، يعني ملتزمين جدا، كله بيحب بعضه وكله خايف على بعضه وكله عارف احنا بنلعب فين وعارفين قيمه النادي. ده اهم حاجه، عارفين قيمه النادي، قيمه النادي دي كبيره. شناوي، انت رحت انت من اولاد الاهلي، رحت من الاهلي ورجعت، لما رايح كان في بالك انك ترجع؟ انا ما مشيت من النادي الاهلي، مشيت وانا عندي 20 سنه بالظبط، قعدت 7 سنين بره. الهدف الاولاني بالنسبه لي كنت ارجع او احترف بره، وجالي في نفس السنه دي بالظبط الاحتراف ونادي الاهلي. جيت النادي الاهلي على طول بيتي تاني، لغيت الاحتراف وجيت على طول البيت، ما فكرتش يعني. ده كان ده حلمي بالنسبه لي، ان انا لما اجي النادي الاهلي يبقى خلاص هرجع بيتي تاني. تاني حاجه بفكر فيها اروح منتخب، بعد ما اروح منتخب العب في المنتخب اللي انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا. اكبر نادي في افريقيا ده الناس كلها بتبص عليك عايزاك، اللي انت بتتحط في ماتشات افريقيا، بتاخد ماتشات كتير، بالكلام بتحتك بافريقيا كتير، اكيد هتروح تلعب في المنتخب وجمهورك طبعا وراك في ظهرك اكيد هتبقى موجود. يعني شناوي، رغم في لعيبه كتير يجوا الاهلي واسماء كبيره تروح وترجع، بس الاهلي هو الاهلي. هو الاهلي ده حقيقه، دي حقيقه. اي حد لعب بره ما حسيتوش يعني في اسماء مشيت بدون ذكر اسماء، بس نعم. في اسماء، في اكتر من اسم مشي، ما حسيتوش ان ممكن الفريق يقع؟ لا خالص، هو الكيان ما بيقعش، منظومه ما بتقعش، لعيب يمشي، لعيب يجي، لعيبه يروح، لعيبه يجي، النادي مش هيقف كده كده، في سيستم ماشيين عليه، كبير صغير، صغير مش كبير، مش كل في سيستم ماشيين عليه. خلاص الموضوع احنا عارفين هنعمل ايه، في التزام، في احنا بنلعب على بطوله، اي بطوله بنخشها لازم ناخد رقم واحد باي حد موجود. احنا لو بنلعب 11 واحد بس في الملعب معناش لعيبه ثانيه، هم دول لازم نركز بس في البطوله، نموت نفسنا وناخد اي بطوله احنا داخلين فيها. ده السيستم اللي احنا ماشيين عليه، وعلى طول على طول الاداره في ظهرنا، الجمهور في ظهرنا، مش محتاجين حاجه ثانيه، كل حاجه موجوده. انت كمان في فتره قصيره قدرت تسيطر على اوضه اللبس، في اكثر من قصه كمان بدون ما نذكر، بس سيطرت على الوضع. يعني انت بس مش حارس، بس حارس مرمى كمان في اوضه اللبس بسيطر. بس مش لوحدي، مش لوحدي، بس انت كابتن الفرقه. ما مش لوحدي، انا معايا كابتن فرقه، يعني انا لو معايا كابتن فرقه تاني، معايا ايمن، معايا سعد، ومعايا رامي، وغير دول انا اللعيبه كلها 26 لعيب هم كباتن، مش انا لوحدي. انا في حريه، في الصغير عارف ان هو الكبير بيحترمه، الكبير عارف ان الصغير بيحترمه، طول ما في احترام جوه الاوضه، الاوضه تبقى تمام، ما فيهاش اي مشاكل. هم انا لو انا سيطرت على الاوضه، مش انا لوحدي، اللعيبه، مش انا لوحدي، هي اللعيبه كلها هي اللي سيطرت الاوضه. ليه؟ ان يبقى في حب جوه الاوضه، لو مفيش حب جوه الاوضه مش هتعرف تسيطر. لعبت في كاس العالم للمنتخبات، هتلعب في كاس العالم للانديه، ايه ايه ايه, إيه في... تفكر في ايه؟ اكيد طبعا بفكر دلوقتي العب كاس العالم للانديه، ده كان حلمي برده، من حلم الاحلام، الهدف من الاهداف بتاعتي. الحمد لله خدت بطوله افريقيا مع النادي، وان شاء الله مش تكون اول مره، وان شاء الله نلعب البطوله دي ونعمل فيها شكل كويس، وان شاء الله نادي فيها، ما نروحش كده يعني نعمل حاجه فيها وناخد ان شاء الله حاجه كويسه هناك في البطوله. والاهداف على طول بتتحط كله قدام كل واحد يعني، وطبعا اللعيبه دي تستحق ان هي تكون موجوده، وهنعمل حاجه كويسه هناك ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق، انت لاعب كبير. ربنا يخليك. شكرا.